السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة في المحاضرة الإلكترونية الرابعة هنتكلم إن شاء الله على التنبؤ بمخاطر المشروع وكيفية عمل مصفوفة للمخاطر باستخدام برنامج الإكسل. الخطر من أهم المشاكل اللي بتواجه أي مشروعات، ويعتبر الخطر جزء من حياة المشروع نفسه، لأن المشروع دايما أو أي مشروع عندنا بيشتغل في بيئة تتسم بعدم التأكد وتصاحبها أخطار داخلية وخارجية مختلفة. عشان كده لازم مدير المشروع يتفهم معنى الخطر وكيفية مواجهته قبل أن يتحول إلى كارثة. طبعا إحنا لازم في الجزء ده نستعين بالكتاب، لأن الكتاب هيبقى فيه جزء مفصل أكتر فيما يتعلق بالمخاطر. إحنا هنا بس بنحط العناوين الأساسية، والكتاب معانا نقدر نرجع، أو المصدر العلمي معانا بنقدر نرجع للمصدر العلمي للتوسع. طبعا احنا عارفين ليست كل المخاطر ذوي تأثير سلبي أو ذوي تأثير قوي، فبعضها بسيط ويتلاشى بسرعة وليس له تأثير على أداء المنظم، لكن بعض المخاطر ممكن يتحول لمشكلة لها أبعادها، ويجب على مديرها التنظيم وضع خطط لإصلاحها محاولة تخفيض الأثر السلبي الخاص بيها. ونسبة قليلة من المخاطر قد يكون لها تأثير مدمر وقد تعصف بالمشروع وتهدد كيانه إذا لم يتم معالجتها بالشكل السليم. طبعا يعني من الدور اللي بيقوم بيه مدير المشروع هو كيفية الانتباه إلى أنواع الخطر المختلفة وكيفية وضع سيناريوهات مسبقة للتعامل معها. ومن هذا المنطلق بنجد أن الهدف من إدارة المخاطر هو وضع أفضل استراتيجية لمعالجة المخاطر والتقليل من آثارها السلبية، وبتنعكس كفاءة المدير في إدارة المخاطر في قدرته على التحكم في آليات المعالجة والمواجهة بما يقلل الخسائر إلى أقل حد ممكن. طبعا يمكن تصنيف المخاطر إلى 5 تصنيفات أساسية، هي المخاطر الخارجية غير المتوقعة، المخاطر المتوقعة وغير المؤكدة، المخاطر الفنية الداخلية، والمخاطر الفنية غير الفنية الداخلية، والمخاطر القانونية. أولا لو حبينا نتكلم على المخاطر الخارجية غير المتوقعة، بتكون خارج سيطرة الخاص بالمنظمة، خارج سيطرة وتوقع المدير، ويمكن تحديدها في قائمة مسبقة، غير أنه لا يمكن التوقع بتوقيت حدوثها، زي الكوارث الطبيعية كالزلازل والبراكين والعواصف والفيضانات، الثورات، الحروب. كل دي نوع من أنواع المخاطر. دور المدير هنا هو محاولة التقليل من الآثار السلبية لها. النوع الثاني هي المخاطر الخارجية المتوقعة وغير المؤكدة، وهي مخاطر متوقعة حدوثها غير أننا لا نعرف إلى أي مدى سوف يكون تأثيرها على المشروع. من أمثلتها نقص المواد الخام، عدم وجود احتياطي من الطاقة، السياسات المالية والاقتصادية للدولة الخاصة بالتضخم والضرائب، آليات التشغيل. دور المدير هنا في الاعتماد على البيانات التاريخية في التنبؤ بمثل هذه المخاطر والاستعداد لها بوضع سيناريوهات معالجة. النوع الثالث من المخاطر هي المخاطر الفنية الداخلية، ونعني بها المخاطر الناتجة عن التكنولوجيا والآليات المستخدمة في المشروع، تشمل تعطل الآلات، زيادة الفاقد والتلف والعادم، التقدم التكنولوجي. دور المدير هنا هو وضع حلول عملية وتطبيقية لمواجهة هذه النوعية من المخاطر. النوع الرابع هو المخاطر غير الفنية الداخلية، وتشمل فشل الإدارة في تحقيق الأهداف أو فشل العاملين في تحقيق معدلات الإنجاز المطلوبة. ويتمثل دور المدير هنا في محاولة رفع كفاءة العاملين بالتدريب والتنمية المستمرة. أخيراً المخاطر القانونية، وتشمل المخاطر التي قد يتعرض لها المشروع نتيجة مخالفته لبعض النواحي القانونية المنظمة للتشغيل. ويتمثل دور المدير هنا في ضمان عدم الوقوع في مثل هذه المخالفات وتوفير الدعم القانوني اللازم للمنشآت في حالة وقوع. طبعاً أحد الأدوار الأساسية للمدير هي كيفية وضع استراتيجية لمواجهة هذه المخاطر. طبعا وضع استراتيجية بيبقى ليه مجموعة من الخطوات. أنا في كتابنا عاملها في 7 خطوات، هي الخطوة الأولى تحديد المخاطر التي قد يتعرض لها المشروع، الخطوة الثانية تحديد الآثار والعواقب المترتبة على تلك المخاطر، الخطوة الثالثة تقدير احتمالات حدوث كل منها، الخطوة الرابعة حساب تكاليف كل منها، الخطوة الخامسة
تحديد الجهات المسؤولة عن التعامل مع كل منها، الخطوة السادسة إنشاء مصفوفة المخاطر، والخطوة السابعة هي تحديث مصفوفة المخاطر. في الجزء التالي هنشرح شرح موجز للخطوات السابقة. فالخطوة الأولى تحديد المخاطر التي قد يتعرض لها المشروع. يعتبر تحديد الناجح للمخاطر المحتملة هو اللبنة الأساسية في بناء استراتيجية جيدة مواجهة المخاطر، من خلال عقد وتكوين فرق متخصصة بالتنبؤ الدقيق بالمخاطر المحتملة. وأعضاء الفريق ده ممكن يبقوا أعضاء فريق إدارة المشروع والأطراف المختصة في مشاريع مماثلة، الاستشاريين الخارجيون في بيوت الخبرة. وبتشمل طبعا بنعمل يعني بيانات، بنجمع البيانات التاريخية لمخاطر المشروع، بنعمل عصف ذهني من خلال توالد الأفكار، مقابلات الشخصية مع عدد من أصحاب المصالح والخبراء وأعضاء الفريق، والبيانات التاريخية للصناعة زي الصناعة بيبقى فيه طبعا قوائم للمخاطر اللي ممكن يتعرض ليها المشروع بنقدر نعتمد عليها. ثانيا، بنحدد الآثار المترتبة على كل مخاطر قياسا من حيث الكم والتعبير عنها بالأرقام. بتصنف الآثار الناجمة عن المخاطر بثلاثة عناصر مميزة، هي تأثير المخاطرة، فالتأثير قد يكون في هيئة زيادة في التكاليف أو تأخير في الوقت أو فيما حكم ذلك. توقيت المخاطرة قد يظهر في المخاطرة في المراحل المبكرة في المشروع أو في المراحل المتوسطة أو المتأخرة. درجة الخطورة قد تكون مرتفعة أو متوسطة منخفضة وفقا لنوعية المخاطر اللي بتحدد لها أو بيتعرض لها المشروع. بعد كده بنقوم بتقدير احتمالات حدوث كل مخاطرة، تمام، وبنحسب تكلفة كل مخاطرة وبنحدد الجهات المسؤولة عن التعامل، ثم بإنشاء مصفوفة المخاطر. زي ما احنا شايفين دي مصفوفة احتمال حدوث المخاطر باستخدام برنامج الإكسل. طبعا بنحدد هنا، هنلاقي البروجكت نمبر رقم المشروع، ديت التوقيت الخاص بالمشروع، البروجكت تايتل مسمى المشروع، البروجكت مانجر المدير المسؤول. بنحط الأنواع المختلفة للريسك عندنا، تمام، فبيبقى الريسك نمبر رقم الريسك اللي تعرضنا إليه، وفي الريسك نيم مسمى الخطر، وبنحط البروبابيليتي هل احتمالية وقوع الريسك عندي عالية أو متوسطة أو منخفضة، هاي وميد لو. كذلك التأثير الخاص بالخطر، الإمباكت الخاص بالريسك، هل هو هاي ولا ميديوم ولا لو. وأخيرا السكور الخاص بالريسك، قوة الريسك اللي بنتعامل معاه، هل هو وده نقدر نعبر عنه بنسب مئوية بتتراوح ما بين 0 و 100%، بحيث إن كل ما انخفض مقدار الريسك بيقترب الرقم إلى الصفر، وكل ما ارتفع مقدار الريسك بيقترب الرقم إلى 100%.